قوله عليه الصلاة والسلام وصلوا علي، قد تكون هذه الجملة دليلا على أنه يجوز أن يقتصر في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة دون السلام أو العكس، لأنه قال صلوا علي ولم يضف إليها السلام. والدليل الأوضح في هذا هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين في التشهد، أنهم بقوا فترة وهم يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي الأمر بالصلاة إلا فيما بعد. ولذا قالوا يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام.